وفادار و ولایت مدار رهبری، شهید سید ابراهیم رئیسی، امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی و جانفدای انقلاب اسلام و گروه پروازی در دانشگاه تهران حاضر شدند. سلام الله علیک آقا جان، سلام و سر سلامتی مردم ایران به محضر شما. الصلاة 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم ولا يجيرنا منك أحد. فلا نجد من دونك ملتحدا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارحمهم، اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد، اللهم اعلي درجاتهم في العليين، وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. همینک وداع رهبر محبوب و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید، وزیر امور خارجه شهید و اون استاندار انقلابی شهید و همراهانشان.